ها الناس موهومه طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجه ان هم محدش شاف البرنامج. انهي منطقه في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحه. انت كذاب ومنافس مني. يا عم منافس انت كمان، الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير المزاريطه اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك. سرق اسم برنامج تاني، انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعه الصيني نجحت في البلد. اتفرج بقى. فاصل وهنواصل. المزاريطه اليوم. اسمع يا ولية، ده اخر فاصل في البرنامج واخر انذار ليكي. لو قعدتي ترطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصه بتاعتك دي بتجزم على نفوخك. مو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلى على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالاكي كان زماني طخيتها على الهواء مباشرة وتويتها بقلب البلتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت، يا البتاعة دي هتقشعرني يا اللي مصبرني على البتاعة دي انك بتاع تامر امين. انت اتجنيت يا تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوى يا كبير الهوى. وارجع عليكم تاني من الفصل الاخير من برنامجكم المحبوب المزاريطه اليوم. في الاول احب اقول كلمه لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهارده نستقبل ايميلاتكم، الكمبيوتر هنج، وبرضك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكه واقعه. وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صل على النبي. الوقت يا كبير الوقت. ايوه منور الدنيا كلها ست فاطمه. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي الزرعيه وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقه عامله دويتو عالمي مع الفنانه العالميه شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحيه حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعده مع ايه. ما تصلي على النبي يا جماعه. عليه السلام. ما فيش حاجه. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف، ما فيش اي حاجه. خلاص قول انت، انت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمه، يعني للاسف الحلقه قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز اقول لك ان فعلا حضرتك اثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني انا يذكرني موقف، انا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تاثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. انا زعلان. لا ريلي ريلي زعلان. أنا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محلية. إيه؟ يعني مش قصدي مسكرة يا غبي، قصدي لوكال لوكال. أوكي. يعني سايبيني أنا بستايلي ده كله، بص شايف النقشة؟ أنت عارف دي جايبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمة فيست. يعني أعمل إيه؟ أقفل القناة ولا أقلبها قناة مريبة وأسميها اشترايك وتقف أنت تتمايس وتقعد تقول زمانها ماما جاية، رتبها تاخد جايزة، أعمل إيه؟ بص يا جوني، هو مفيش غير حل واحد. أنا ما كنتش عايز ألجأ له، بس واضح ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه. لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. اوه